السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. رجعنا لكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة تيرم أويل. شكرا للدعم الأسطوري المتواصل، الله يسعدكم، وبإذن الله مستمرين. لا تنسون قبل لا نبدأ الفيديو الصلاة على النبي، وتضيفني على السناب هنا لايكك يا وحش، واشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك، وتفعل جرس التنبيهات، وأتمنى لك مشاهدة ممتعة. هنقول بسم الله وندخل على طول على الجيم. طبعا يا شباب معنا 51,000 ومعنا 3 دايموندات ومعنا نسبة 21%. ففي أشياء مهمة لازم نبدأ فيها قبل لا أنسى. أول شيء تطويرة المتجر الثاني، هذه لازم نشتريها، تمام؟ باقي معنا 21,000. أتوقع أنه مهم جدا أنه إحنا ندخل الأوكشن، ما راح يدخلنا إلين ما ندخل الأوكشن. نسبة 5%، 5% ما أبيها أنا الآن. إلى الآن أنا أعلى نسبة موجودة، فعادي خليهم ياخذوها، ما عندي مشكلة، لأن أنا مرة فلوسي قليلة، معي 21,000، فأعتبر الطفران بينهم، فما ابغى اغامر واضيع فلوسي على شيء ما يستاهل. اوكي تمام. مين اللي اخذها؟ هذا صار 14%، بس برضو لازال في فرق كبير بيني وبينه. طبعا الان ودي استخدم الدايموند، فراح نستخدم الدايموند الان. الدايموند هذا الشخص اللي استخدمناه بيعلمنا عن ارض ممتازة، فناخذ اشياء حقات التسريب. هذا 89 ب4600، لا والله غالي، فباخذ هذا. في ناس قالوا لي دفور خذ قرض، القرض هذا في البدايه يفيدك اساس تكون معاك فلوس، ودي اجربها باذن الله في الحلقه هذه انه احنا ناخذ قرض من البدايه. طبعا الرجال هذا يقول لي افضل ارض انها اللي موجوده هنا عند البحر، فابى اروح لها ان شاء الله ان ما حد يجيني. اوكي قاعدين يطاقون هنا، خلي يطاقون. اوكي ممتاز، اخذنا الارض، ما حد ضاربنا، ما حد سوى معنا شيء، الحمد لله. طبعا تطويرات هنا ما عاد باقي شيء، ما عندنا فلوس، فنقول نتوكل على الله ونشوف الارض هذه ايش ممكن نطلع منها، خصوصا انه احنا الان فتحنا التطويرة الثانية، فامورنا جدا ممتازة. اوكي دخلنا الان على الارض، فنقول بسم الله ونتوكل على الله، وكالمعتاد نبدأ ننزل، خلينا ننزل 3 كالمعتاد. عندنا الآن الثنتين كلها موجودة يمين ويسار، فما عندي مشكلة وين ما أروح، خليهم يبحثوا لي عن أرض. أوكي سرع شوي. أوكي هذا لقى هنا، فخلينا ننزله بالشكل هذا. أوكي تمام، هذا ما لقى هنا، وين؟ اوكي وصلنا الحمد لله، نزل لي الواجن. اوكي وقول لهم بيعوا يسار، هذول لقوا هنا، ودي صراحة انزل لهم رجل حالهم، ابى اخليه هنا بجنبهم. اوكي تمام، اوه هذا مرة قريب، طيب بالشكل هذا وبالشكل هذا، وين هذا لقى؟ اوكي مو لا 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 خلاص، هذا هو صغير جدا. تمام الكل بيعوا اليسار. خلينا نشوف سالفة القرض من وين ناخذه، القرض من وين يا كابتن؟ شباب ما ادري من وين اخذ قرض، تصدقون والله ما ادري من وين اخذ القرض يا شباب. الو كان موجود اتوقع هنا وكذا مرة القاه، بس ذا الحين ما ادري ايش السالفه. هل اوكي اضغط هنا، ممتاز، فخلينا ناخذ 3000 قرض وننزل سايلوات. اوكي من بدري، عطني سايلو ثاني بالشكل هذا. اوكي اربط لي هم، تمام خزنوا يا شباب خزنوا. خلينا ننزل الان اللي يبحثون عن النفط بالشكل هذا، ان شاء الله انه يلقون. نسرع شوي. اوكي هذا لقى هنا، ممتاز. خلينا نشوف وين لقى. اوكي اوه عندنا دايموند هنا. اوكي ان شاء الله انه ياخذها، صح نزلتها انا. اوكي نزلتها، ممتاز. نقدر نجي بالشكل هذا. اوكي اخذنا الدايموند. خلينا نشوف هنا. اوكي هنا في بير ثاني نقدر نجي له بالشكل هذا. اوكي ونقدر نجي للبير هذا، بس ما عندي فلوس، فبيعوا يسار شوي
وعطني خيول زيادة بالشكل هذا. أوكي طور لي هذا وطور لي هذا وطور لي هذا. أوكي بيعوا يسار يا شباب الكل. تمام حاليا قاعدين نبيع يسار كفاية خزن يا شباب. خلينا نشوف هنا كمان في بير نقدر نجيب من هنا بالشكل هذا. أوكي في عندنا آبار نفط هنا اثنين. أوكي فقط اثنين صح. هل هنا في شيء؟ أوكي في هنا عندنا والله عندنا كذا بير يا شباب. أوكي خلينا ثلاثة بس يبيعولنا يسار والباقي تجميع ننزل لي بالشكل هذا وبالشكل هذا. تمام عندي ثلاثة الآن قاعدين يبيعوا يسار. احنا في أي شهر؟ لا زال يمدينا عندنا البيرين هذه. أقدر لما ألف عليها أتوقع إنه يصير لها أبجريد أتوقع. أوكي خلينا نسرع الوقت شوي. تمام طور هذا. هل هنا في شيء؟ أوه يا عمي والله في باقي. تمام الأرض اللي احنا فيها جدا ممتازة. أوكي الآبار حقت الغاز كلها يمين. طيب خلينا نخلي ثلاثة يبيعون زي ما هم أو خلي مثلا اثنين والباقي تخزين. ودي صراحة أنزل الآن الشاب اللطيف هذا ونقول له طور. بيعولي يا شباب سريع بيعولي يا شباب سريع. أوكي بعنا تقريبا شوي. طيب الطريقة هي بالشكل هذا صح؟ بالشكل هذا صح؟ ونقدر نجيب من هنا بالشكل هذا بالشكل هذا بالشكل هذا. أوكي المفترض أني أنا كذا صح علي كذا المفروض أنها تكبر. هذا المفروض يا شباب. فما أدري هل تضبط ولا لازم لها تطويرة معينة. خلينا مثلا نقفل هذا ونقفل هذا ما أقدر أقفل. خليهم يبيعولي شوي. لازلنا بدري يمدينا إن شاء الله. أوكي بيعوا يا شباب. نقفل ما ضبطت. في لها تطويرة معينة لازم ناخذها. أتوقع أنه لازال ما جبنا التطويرة هذه. فالله يعين نصبر شوي. يبغى لنا السايلو زيادة هنا مهم جدا. فأوكي خلينا نوصل الآن. حط الاثنين يبيعوا يسار. أتوقع أنه الآن حأقدر أوصل هنا. أوكي هذا مقفول وهذا مقفول. يعني والله أني أنا جبت العيد في نفسي ولكن إيش نسوي. طيب لو قفلت هذا وفتحت هذا. أوكي وفتحت هذا وفتحت هذا. حلوين حلوين. هذا نخليه مقفول. نوصل هذا هنا ونوصل هذا هنا. أوكي تمام توقع كذا وضعنا جدا ممتاز. بس يبينا خيول زيادة. أوه هذه يا أخي ما انسحبت. بيعولي يسار يا شباب شوي نحتاج فلوس. أوكي إحنا في أوغست لازم نركز يا شباب. إحنا في أوغست. تمام تخزين. اسحب هذا بالكامل على اساس اطور لي هذا اطور لي هذا على اساس بس ينسحب. تمام الان احنا لو نفتح البير اللي على اليمين حيرتفع السعر. هو اصلا الان قدم مرتفع. فالكل بيعوا يسار يا شباب. الكل بيعوا يسار. تطوير بيعوا يسار يا شباب. بيعوا يسار بيعوا يسار بيعوا يسار. ما طلعت بافضل نتيجه. ارجعوا هنا يا شباب. اوكي ما طلعت بأفضل نتيجة ولكن بعنا بسعر جدا ممتاز الحمد لله. فا اوكي ما عاد باقي غير شوية نفط. خليهم يسحبوه بالكامل اذا قدرنا. ما اتوقع حنقدر نسحبه بالكامل لان احنا في ديسمبر. احنا في الفاينل. اوكي في اكسترا تايم ممتاز. اوكي خلاص خلصنا ستوب ليفل. طلعنا مبلغ كويس. ما هو الافضل ولكن يعتبر كويس يا شباب. أو في عندنا هنا حق الغاز ما شفناه. بس الشيء الجميل انه احنا نفضنا الارض كاملة. اخذنا البونصين بالكامل ما عدا بونص تسليم الارض قبل هذا ما اخذنا.
فالشيء هذا ممتاز جدا. نعطيه كنتينيو. اوكي احنا يعتبر الاعلى ولكن لسنا الاعلى. الدايموند انا اخذت واحدة زيادة يا شباب. احنا مو اخذنا دايموند في المرة هذه واستخدمنا دايموند. المفروض الحين عندي ثلاثة، ليش حط لي ثنتين؟ شيء غريب والله، ما ادري ليش. ولكن خلينا نتوجه للاوكشن ونقول بسم الله. ونبدأ الاوكشن. 3% 3% تستاهل 12000، ما اشوفها تستاهل اكثر من كذا. فالله يستر، اكيد انه بياخذونها بسعر غالي فمو مشكلة، خلي ياخذونها. اذا ما قدرت اخذها انا خلي ياخذونها. اوكي بعد ايش؟ لا والله انا قلت لكم 12000 تستاهل، بس انه اخذها قبلي مو مشكلة. مين اخذها؟ اخذتها هذه عندها 6%، ما عندي مشكلة، لازلت انا الاعلى بينهم. خلينا نشوف اذا في تطويرات في اشياء. في هنا سكينر، لا ما نحتاج سكينر. في التايم هذا اخر تطويره حرفيا، ما عاد بعدها شيء. فا اوكي خلينا نشوف هذول ايش عندهم. اوكي هذا تسريب مدري ايش، هذه كلها ناخذها. اوه بدولار، اوكي دولار جدا ممتاز، اتوقع حتى ما احتاج الغاز لو اخذته، وسعره جدا ممتاز 3800 انا اشوفه جدا مرضي. ونعطي للشخص هذا دايموند على اساس يعطينا افضل ارض ممتازه. فا اوكي الان ودي اتوجه اشوف الاراضي الموجوده. لاند اوكشن. اوكي ارضنا كانت 44، الان قاعد يقول لي روح هنا، يقول لي الارض اللي هنا ممتازه. فكلهم قاعدين يتضاربون على الارض اللي جنبي، انا بروح هناك فوق لاني اعطيته دايموند وعلمني على ارض ممتازه. اوكي كذا احنا حلوين جدا. اوكي باقي معنا دايموندا واحدة مو مشكلة. تطويرات ما احتاج حاليا، ابغى الفلوس معايا لاني ابغى ادخل الاوكشن الجاي وانا اموري طيبة. فخلينا نحط كالمعتاد بالشكل هذا. القرض جدا فادنا في المرة هذه، فشكلي بعتمد سالفة القرض انه ناخذ لنا قرض. فخليهم بس يبحثوا. اوكي هذا لقى هنا ممتاز. ننزل بالشكل هذا، ان شاء الله انه ما يكون قريب. والله انه قريب. اوكي طيب مو مشكلة. عطني خيول يا كابتن. وين السعر اللي مرتفع؟ يمين السعر جدا مرتفع، فابى اخليهم يبيعوا يمين. عطني قرض يا كابتن. 3500 ممتاز جدا. هذا لقى هنا. ودي اشوف وين بالضبط. اوكي لقى هنا فوق. اوكي هنا غاز ممتاز جدا. ممتاز ممتاز ممتاز. هذا وين لقى؟ شوف لي هنا. اوكي مو هنا، اوه فوق هنا بير صغير. هذا نقدر نجيب الشكل هذا تمام. اوكي لازم نسوي سكينر يا شباب، مهم جدا. اوكي في عندنا بير هنا، بس ما ادري هل هو غاز ولا لا، ما ابغى اروح للان. في عندنا بير كمان هنا ممتاز. اوكي سوي سكينر هنا. اولا لا والله كبير اللي هنا، بس الشيء الممتاز ان الغاز اللي هنا عندنا في اليمين كبير جدا. في الشيء هذا جدا ممتاز، فبيخدمنا كثير والله. ودي اجيب هذا بالشكل هذا بالشكل هذا، نوصل له هنا. لا 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 ما بي ذا ما بي. خلينا ننزل من هذولا تمام. قاعدين يبيعوا يمين. يمين السعر يا اخي ترى جدا ممتاز، ولكن مو مشكلة. عطني سايلو. ما اقدر الحين، حنقدر ان شاء الله بعد شوي. يلا 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 يا شباب شدوا الهمة يا شباب، سرع الوقت شوي. اوكي نقدر نطور الان ممتاز. عطني خيول بالشكل هذا. اوكي سرع تمام. هذا لقى هنا بس ما ادري وين. اوه هنا اوكي تمام، نقدر نجيبه من هنا. اتوقع انه ما في عندنا ابار نفط كفايه. يب زي ما انتم شايفين ما في ابار نفط كفايه. فا اوكي خلي بس اثنين يبيعون والباقي تخزين. الان نبدا سالفه التطوير بالشكل هذا. اوكي
تمام التمام، قاعدين نطور بشكل ممتاز جدا. طور لي الخيول ليش لا؟ ودي اطور هذا واطور هذا واطور هذا تطويرتين على اساس يسحبوا لي النفط اللي في الجهه دي بشكل كامل. اوكي تمام التمام. اتوقع انه هحتاج تطويرة الالف، حنحتاجها. يب طور لي هذا. تمام قاعدين نسحب بشكل ممتاز جدا. اتوقع انه هنا ما في اي ابار. يب ما في اي ابار خلاص. طور لي هذا طور لي هذا وطور لي هذا. تمام قاعدين نسحب النفط بشكل ممتاز جدا. خزنوا يا شباب خزنوا. اوكي هدوا اللعب شو. دقيقة 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 دقيقة، عطني خيول عطني خيول. صار تسريب للأسف، صار تسريب للأسف، فمو مشكلة. تداركنا الموضوع. اوكي احنا في اوغست لازم نبدا نشتغل يا شباب، لازم نبدا نشتغل. عطني شيء بالشاب اللطيف هذا ونبدا بالشكل هذا. تمام قفل هنا ووصل هنا وعطني من هنا الين هنا وقفل لي هذا او قفل لي من هنا. تمام اوكي هذا مقفول. تمام نحط لهم خيل زيادة ليش لا؟ احنا في سبتمبر الان، بعد شوي حنبدأ في رفع الاسعار. افتح لي هذا يا كابتن وافتح لي هذا. سريع 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 سريع. بيع بيع يسار بيع يسار بيع يسار بيع يسار. ما هو افضل سعر يا شباب ولكن استطعنا وما استطعنا. بيع بيع يسار افضل، السعر يسار افضل. اوكي خلصنا احنا كذا، شفطنا الارض بالكامل وبعنا بجميع المبلغ. فستوب ليفل اوكي عشان ناخذ البونصات. اوه في ابار زياده وكان في غاز اليسار. اوكي مو مشكله طلعنا ب 20,000، مبلغ قليل ولكن مرضي يا شباب، مرضي مرضي مرضي. الشيء الجميل انه التسريبات قلت بشكل كبير جدا الحمد لله، هذا شيء جميل. اوكي خلينا نشوف اولا نشوف الاوكشن ايش فيه. احنا اغلى سعر فبنشوف الاوكشن اذا كانت النسبه عليه 4% جدا ممتازه. ودي اخذ ال 4% هذه، ما ودي افرط فيها، فباخذها على 18,000 او 19,000. اتوقع انه ما حد حياخذها بالسعر هذا لانهم كلهم طفرانين. فخلينا نشوف على 19,000 ان شاء الله. بوم خذناها صح، 18,000 خذناها. يب خذناها، صرنا 25%. فاحنا نمتلك الان ربع الارض هذه بالكامل، فالشيء هذا جدا ممتاز. وخلونا الان نشوف اخر تطويرات ايش عندنا فيه موجود. فا اوكي هذه حقات التسريب والاشياء هذه، البونصات لازم ناخذها مهمه جدا. هذا 67 ما نبغاه، 95 ممتازه مع ان سعرها غالي بس تستاهل. بنروح مع الدايموند يا شباب. سالفة الغاز قاعدة تهلكني، أقسم بالله قاعد أخسر عليها مبالغ كبيرة والربح قليل جدا. لو أستخدم طريقتي القديمة أفضل بكثير بالنسبة لي. دفعنا آخر دايموند عندنا على أساس نطلع بأعلى مربح نقدر عليه. فخلينا نتوجه لللاند أوكشن ونشوف. هو الأرض اللي أعطانا كانت هنا 36، ما هي بأفضل شيء صراحة ولكن مو مشكلة. خلينا نروح على الأرض اللي قال لنا عليها. تعال يا كابتن هنا. اوكي هم قاعدين يطلقون هنا. اوكي ممتاز جدا. توقع انه خلاص قربنا من نهاية السلسلة هذه، مو السلسلة هذه، الطور العادي. بعدها بنروح لطور الهاي الليفل. فانا شاري شو اسمه، شاري اللعبة بكامل اضافاتها وكامل الديلسيات. فلو حابين انه انا اكمل اكتبوا لي تحت في التعليقات وباذن الله نكمل. توقع انه هنا خلاص خلصنا اشترينا كل شيء. خلينا نتوكل على الله وندخل على الارض. معنا 29,000، اتوقع ان المبلغ هذا جدا ممتاز. اوكي تمام التمام، نزل لي بالشكل هذا وعطني الرق. اوكي هذا لقى هنا مع ان موقع غلط لكن يلا مو مشكله. اوكي هذا لقى هنا ممتاز، مع ان يا رجل نزلنا لين ما ادري وين.
بيع يسار يا شباب، يسار السعر ممتاز. هذا اللي هنا جنبه يقول لي اوكي ممتاز، سوي لي بالشكل هذا. روح يسار يا شباب. هذا شكله بيخرب علي، لكن الله يستر الله يستر. اوكي بدو شوي يعني. بدي اخذ قرض، باخذ 2000 بس على اساس نطور الخيول ونشوف هذا وين لقى. اوه يا عمي والله ذا مره كبير، مره كبير ذا. هل هنا في شيء؟ اوكي هنا هنا في غاز ممتاز. هنا في شيء؟ لا. هنا في شيء؟ اوكي في غاز، عندنا بيرين غاز هنا ممتازة جدا، فشكلنا بنشتغل شغل كويس. الكل يسار يا شباب. اوكي نبدأ نخزن، نبدأ نخزن. خلينا نحط هذا في النص بالشكل هذا. اوكي تمام، اربطهم لي الكل تخزين. لا والله بيعوا، لا زال ما عندنا فلوس يا شباب. بيعوا لي يسار او بيعوا لي يمين، يمين السعر افضل. اوكي 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 خزن. طور لي هذا، ما عاد اتوقع انه في ابار. اوكي في، يا ساتر طورته بالغلط. اوكي مو مشكله، ها خذ لك تطوير بالكامل. في عندنا غاز هنا ولكن لا. طور لي هذا زياده وطور لي هذا. تمام، هل نحتاج خيول؟ ممكن نحتاج خيول، ممكن. بيعوا لي 3 بس يسار على اساس بس ناخذ فلوس. اوكي هل هنا في شيء؟ لا. هنا في شيء؟ لا. برضو قاعد اضيع فلوس على السكينر، ولكن نحتاج السكينر بشكل كبير جدا، مهم السكينر. عطني هنا سايلو زياده على اساس لا نجيب العين، ما اقدر احط ثاني جنبه. اوكي بالشكل هذا تمام، الكل تخزين يا شباب، الكل تخزين. ابغى هذا، احنا في اي شهر؟ لازلنا بدري. ابغى هذا ينشفط على اساس اقدر اوصل الغاز هنا، يعني نطوره ونوصل الغاز. الكل تخزين يا شباب، الكل تخزين. اوكي الكل قاعد يخزن. ما عاد اتوقع انه في ابار، حتى لو نزلت واحد من هذا ما عاد اتوقع. والله فيه يا عيال، والله فيه. اوكي سرع يا شباب، سرع يا شباب. اوكي ودي اوصل، اوه هذا ما اقدر اوصله، او اجيبه بالشكل هذا تمام، وبعدين اجيب من هنا. ما اتوقع انه حاقدر اوصل الان، احنا في سبتمبر. لازم ينشفط هذا، ضروري جدا انه نشفطه. اكتوبر اتوقع انه احنا ما حنلحق نسوي شيء. تمام وصل لي هنا، وصل لي هنا، وقفل لي هذا شوي، ووصل لي هنا كمان. اوكي تمام، هل يمدي؟ ما اتوقع انه يمدي، ان شاء الله انه يمدي، ان شاء الله انه يمدي. تمام وصل لي هذا هنا، وقفل لي هذا. تمام وقفل لي هذا. اوكي جاهزين يا شباب، ونقول بسم الله وروح يا شباب. بيعوا يسار بالكامل، الكل بيعوا لي يسار. اوكي 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 حلو 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 حلو، هذه افضل شيء سويناه لحد الان، افضل شيء سويناه لحد الان. يو افضل عمليه شفط بالغاز، افضل عمليه شفط بالغاز. ماني مستوعب، ماني مستوعب. الحمد لله، اتوقع انه هذه افضل نتيجه قدرت اطلع فيها لحد الان. بعنا جميع النفط الموجود، معنا 65,000، مبلغ جدا جبار الحمد لله. فاتوقع يا شباب هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى انها نالت اعجابكم. طبعا يا شباب سوينا شيء في الاخير اسطوري، الحمد لله قدرنا نتدارك الموضوع. فاتمنى الحلقة هذه نالت اعجابكم، اكتبوا لي في التعليقات اذا تبون نستمر ونروح على طور الهارد ونكمل في السلسلة هذه او لا. نشوفكم على خير، في امان الله.